تمام الواحدة بتوقيت الجزائر، نشرة مفصلة لأهم الأنباء. مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين. رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد عبد المجيد تبون يجدد التزامه باسترجاع كرامة المواطن وفاء للتعهدات التي قطعها أمام الشعب الجزائري وصونا لرسالة الشهداء الأبرار خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022-2023. رئيس الجمهورية يدعو الحكومة إلى الإسراع في تنصيب المحاكم التجارية وتكييف المنظومة القانونية مع المعطيات الاقتصادية الجديدة، ويؤكد على ضرورة تعزيز حقوق الدفاع لحماية الأفراد والمواطنين. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يثمن جهود رئيس الجمهورية في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ويصف إعلان الجزائر بالخطوة الإيجابية لتجاوز الانقسام والشتات الفلسطيني. القرية السينمائية بتيميمون تعبد طريق الواحات الحمراء بعد تدشينها، ومهرجان السينما الدولي بمخيم أسرد للاجئين الصحراويين يتوج الفيلم الجزائري الصحراوي المشترك وانيبيك بالجائزة الكبرى. أهلا بكم. بداية، أشرف اليوم رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد عبد المجيد تبون بالمحكمة العليا على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022-2023. رئيس الجمهورية، مراسم الافتتاح جرت بحضور رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة، ووزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، وأعضاء من الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية والرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، وإطارات سامية في قطاع العدالة. رئيس الجمهورية وخلال كلمة له بالمناسبة جدد التزامه باسترجاع كرامة المواطن وفاء للتعهدات التي قطعها أمام الشعب الجزائري وصونا لرسالة الشهداء الأبرار. بعد أيام سنحيي باعتزاز وفخر وشموخ الذكرى 68 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة في الفاتح من نوفمبر، وسنحيي هذه الذكرى الخالدة في جزائر لم يعد فيها ذلك الشرخ الذي لطالما باعد بين المواطن ورموز الدولة ومؤسساتها. جزائر تسير بحزم وعزم وبإرادة الوطنيين المخلصين للقضاء على كل المظاهر الهشاشة والغبن والاحتقار المسيء لهذا الوطن المفدى. ولقد آليت على نفسي أن أجعل من استرجاع كرامة المواطن حربا لا تهدأ، وفاء للتعهدات التي قطعناها مع الشعب الجزائري الأبي، وصونا لوادعة آل أولئك البررة الذين فدوا الجزائر بأرواحهم. السيد الرئيس أكد على ضرورة تسريع وتيرة العمل القضائي بشكل يتماشى والمعطيات الاقتصادية الجديدة. أود التأكيد بأننا نتطلع في هذه السنة القضائية الجديدة إلى تسريع وتيرة العمل القضائي بما يستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي. وكلنا نعلم
ما تستحقه المؤسسة القضائية من مكانة رفيعة، فهي الدرع الحامي للممتلكات وللمواطن، واليد المؤتمنة على حقوق الناس، والعين الصاهرة على السكينة والطمأنينة في المجتمع. انطلاقا من مكانتها هاته ومما هو منتظر منها من وظائف متنوعة في إطار حركة البناء الوطني، فإننا حريصون كل الحرص على تعزيز آليات استقلاليتها قصد ضمان سيادة القانون وصيانة الحريات وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات. السيد الرئيس دعا الحكومة إلى الإسراع في تنصيب المحاكم التجارية. أدعو الحكومة للإسراع في تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة وإصدار القوانين المساهمة في تحسين مناخ الأعمال لتعزيز الضمانات الموجودة وتقويتها في ظل القانون الجديد للاستثمار. إن مسار التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني لا يتحقق في منأى عن أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، وإذ أنوه في هذا المقام بالمجهودات التي يبذلها القضاء في مختلف مؤسسات الدولة على غرار الأجهزة الأمنية في التصدي لمختلف أشكال الجريمة، وخاصة على مناطقنا الحدودية. السيد رئيس الجمهورية أكد أن الضرورة تتطلب تعزيز حقوق الدفاع وتوفير الشروط اللازمة لكي يمارس المحامون مهنتهم في إطار الأخلاقيات التي تفرضها المهنة. أن الضرورة تتطلب تعزيز حقوق الدفاع وتوفير الشروط اللازمة لكي يمارس المحامون مهنتهم في أحسن الظروف في إطار احترام القانون وميثاق أخلاقيات المهنة. وأدعوهم في هذه السانحة وغيرهم من مساعدي العدالة للاستشعار بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم والوعي بالرهانات القائمة وصدق المساعي والإرادة في التغيير نحو الأفضل بما يخدم مصالح المواطنين وتطلعاتهم. وأعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في ختام كلمته عن افتتاح السنة القضائية الجديدة. أعلن رسميا عن افتتاح السنة القضائية 2022-2023. تحيا الجزائر أبية شامخة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله. وعقب الإعلان الرسمي عن افتتاح السنة القضائية، قام رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد عبد المجيد تبون بأخذ صورة تذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وإطارة سامية في العدالة. وزير العدل الحافظ الأختام عبد الرشيد طبي استعرض ما هو منتظر من قطاع العدالة، مؤكدا أن القانون الأساسي للقضاء سوف يتم عرضه على البرلمان في دورته الحالية. إن هذه المناسبة تأتي في ظل الإصلاحات الحاصلة على المقتضيات القانونية المنظمة للقضاء ومجابهة العديد من الرهانات التي رسم أطرها دستور 2020 تدعيما لاستقلالية السلطة القضائية وتقوية ركائزها. إذ كان صدور القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتنصيبه في تشكيلته الجديدة في ديسمبر 2021 أولى لبنات هذه الإصلاحات، كما تم إعداد مشروع القانون الأساسي للقضاء وسيعرض على البرلمان في دورته الحالية. وبهذا تكون بلادنا في ظل قيادتكم الرشيدة قد قطعت شوطا كبيرا في مسار تكريس استقلالية السلطة القضائية وتمكينها بالآليات الضرورية لحماية المجتمع عموما والمتقاضي خصوصا.
من جهته عبر الرئيس الأول للمحكمة العليا طاهر ماموني عن مدى فخره بأن تحظى هذه المناسبة المكرسة دستوريا بإشراف كريم من السيد الرئيس، مؤكدا أن الجزائر كانت ولا تزال منبرا للحقوق والحريات، مذكرا أن السنة القضائية الماضية عرفت تنصيب المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية تحمل القاضي والمتقاضي والمجتمع. هذا الموعد المكرس دستوريا نستضيف من خلاله السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء والقاضي الأول في البلاد، وهو الذي يعكس حضوره بيننا مدى وفائه واهتمامه الشخصي ورعايته السامية الشخصية لقطاع العدالة، تماشيا مع الأهداف المسطرة ودفعا معنويا لإرساء مصداقية الجهاز القضائي في المجتمع وجعله الإطار الدستوري لضمان الحريات والمساواة والأمن القانوني. في موضوع آخر الآن، ثمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جهود الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ورحب الأمين العام بتوقيع الفصائل الفلسطينية 14 على إعلان الجزائر في 13 أكتوبر الجاري، معتبرا إياه طريقا لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وخطوة إيجابية في إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي دام لفترة طويلة. وحث غوتيريش في بيان صدر أمس عن المتحدث الرسمي للأمين العام، حذر كافة الفصائل الفلسطينية على تجاوز خلافاتهم أو حثهم على تجاوز خلافاتهم من خلال الحوار والتقيد بالالتزامات الواردة في الإعلام بما في ذلك إجراء الانتخابات، مشددا على أهمية المصالحة الفلسطينية ودورها في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة مستقرة سياسيا وقابلة للحياة اقتصاديا. ثمن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصدفي لدى استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية والجارية الوطنية بالخارج رمطلع مامرة، ثمن إعلان الجزائر الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية. وعبر الصدفي عن تفاؤله بانعقاد القمة العربية بالجزائر، حيث يبحث الطرفان سبل إيجاد حلول للمشاكل والأزمات التي تواجه المنطقة من خلال القمة. اليوم رحبت بإعلان الجزائر الذي جاء بعد مؤتمر لم الشمل الفلسطيني، هذا جهد نثمنه عاليا لأشقائنا في الجزائر ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية. بالنسبة لنا كما تعرفون القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية الأولى، وإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالح الفلسطينية هو ضرورة من أجل خدمة القضية الفلسطينية وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني. هذه الزيارة تأتي قبيل انعقاد القمة العربية التي نثق بأنها بجهود أشقائنا ستكون قمة ناجحة. تحدثنا حول كيفية أن تخرج هذه القمة بقرارات تحاكي التحديات التي نواجهها. زيارة جاءت في وقت مناسب كذلك، أولا لدفع العلاقات الثنائية، لأننا في مرحلة ما بعد الكوفيد هناك عدد من الاتفاقيات الموجودة اللي يجب تفعيلها وتنفيذها، ثم نحن على أبواب القمة العربية بالجزائر إن شاء الله، والأخي وزميلي مهتم بالتشاور مع الجزائر وبمساهمة الأشقاء في الأردن في إنجاح هذه القمة. ذكر هذا تصريح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لدى استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطلع مامرة. وتحسبا للقمة العربية المقبلة بالجزائر، أشاد وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور بمواقف الجزائر الثابتة ووقوفها دوما إلى جانب القضايا العادلة، مضيفا أن الجزائر لها مكانة خاصة في الوجدان العربي وأيضا على الصعيد العالمي. عندما تنعقد القمة العربية في الجزائر فهذا له مدلول كبير، خاصة وأن الجزائر هذا البلد العربي له مكانة خاصة في قلوب العرب وله مكانة عالمية، نظرا للحكمة السياسية التي تحلت بها الجزائر منذ قيام ثورتها وحتى اليوم.
الجزائر بقيت وفية لمبادئها، لمبادئها القومية والوطنية ولقضايا الشعوب الحرة في العالم. كانت دائما الجزائر هو الحصن الحصين، تستطيع من خلال ما لديها من إمكانات ومن صدقية في هذا العالم أن تقوم بعمل فعال داخل مؤتمر القمة العربية، على اعتبار أننا أحوج ما نكون إليه اليوم هو الوحدة، وحدة الصف ووحدة الهدف. وبإمكان الجزائر أن تؤدي الدور في هذا المجال من خلال ما لها من صدقية في عالمها العربي، تستطيع أن ترأب الصدع ما بين الدول التي حكمتها لفترة من الفترات خلافات معينة. إذن اليوم هناك أمامنا تحديات كبيرة في عالمنا العربي، هناك قضايا مصيرية مهمة وأحداث تجتاح المنطقة ككل. علينا اليوم أن نكافح الإرهاب، علينا أن ندعم القضية الأساسية، قضية فلسطين، قضية الشعب الفلسطيني العادلة. وأيضا هناك قواسم مشتركة وقضايا اقتصادية وسياسية وأمنية وثقافية علينا أن نفعلها داخل هذه القمة. وأستطيع القول أن الجزائر تستطيع أن تؤدي هذا الدور. الجزائر بما لديها كما قلت من إمكانات ولديها من صدقية تستطيع أن تحقق النجاح وتعطي الفرصة المناسبة لهذه القمة كي تنجح وكي تخرج بقرارات تهم وتخدم قضايا الأمة العربية والشعوب العربية. استقبل اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقابي مقر وزارة الطاقة والمناجم الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك هيثم الغيص، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمية على المدى القصير والمتوسط، كما ناقشا التحديات الكبرى التي تواجه صناعة النفط العالمية وسبل التغلب عليها من خلال تعزيز التنسيق من قبل أوبك وشركائها في أوبك بلس. اليوم كان لنا لقاء ممتاز مع معالي الوزير ومع الفريق المختص في الوزارة وفي القطاع النفطي في الجزائر. تباحثنا في قانون المحروقات في الجزائر، في الفرص الاستثمارية المستقبلية في الجزائر، في سبل وطرق تمكين هذه الاستثمارات والتعاون وتفعيل التعاون بين الدول النفطية. تباحثنا في أوضاع أسواق النفط، أسواق الغاز، أسواق الطاقة بشكل عام. تطرقنا لكل المجالات في إطار النشاط المحروقات في الجزائر، سبل تطوير النشاط، وكذلك إطار اللي ممكن نتعاون فيه مع المنظمة لتطوير كذلك النشاط المحروقات في الجزائر، وتدعيم منظمة الأوبك للجزائر في كل المساعي للجزائر لتطوير النشاط كذلك المحروقات. وتحدثنا على السوق العالمي والقرار الأخير اللي اتخذته الأوبك بلس، القرار التاريخي والممتاز اللي دائما يصب في إطار توازن السوق وبحث عن استقرار سوق النفط. إلى الحدث الانتخابي، واستكمالا للبناء المؤسساتي، انتهت أمس عملية التصويت عبر مراكز ومكاتب الاقتراع في حدود الساعة 7 مساء، لتنطلق بعدها مباشرة عملية فرز الأصوات الناخبين في الانتخابات الجزئية لأعضاء المجالس الشعبية التي شهدتها 6 بلديات بولايتي تيزي وزو وبجاية. العملية طبعتها الشفافية والنزاهة بحضور المواطنين وممثلين عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومراقبين ممثلين عن المترشحين. وشهدت هذه البلديات توافدا على مكاتب التصويت منذ الساعات الأولى لانطلاق العملية، وأدلى المواطنون بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية خدمة للتنمية المحلية ببرامج جديدة تستجيب لتطلعات المواطن. هذا وقد أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي لدى تدخله أمس في نشرة 8 أن نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات البلدية الجزئية بلغت 30.11% بولاية بجاية و 33.72% بولاية تيزي وزو. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لولاية بجاية
عندنا نسبة المشاركة الإجمالية بالنسبة للربع بلديات بلغت 30.11%. يعني نسبة بالمقارنة مع نسبة المشاركة الوطنية أو حتى في الولايتين نسبة محترمة جدا، يعني تدل على أن المواطن الجزائري الناخب الجزائري يعني راه بلغ درجة من الوعي المدني اللي إن شاء الله تخلينا متفائلين لبناء الديمقراطية الانتخابية في بلادنا. إذن نرجع للبجاية ونعطوا بلدية بلدية. عندنا بلدية فرعون، بلدية فرعون النسبة المشاركة بها بلغت 64.28%. بلدية مسيسنا بلغت نسبة المشاركة بها 42.18%. بلدية توجة بلغت نسبة المشاركة بها 20.07%. وبلدية أقبو بلغت نسبة المشاركة فيها 16.40%، مما يعطينا النسبة الإجمالية بالنسبة للبلديات مجتمعة 30.11%. هذا فيما يخص ولاية بجاية، بلديات ولاية بجاية. أما بلديتي ولاية تيزي وزو هي بلدية أيت محمود وأيت بومهدي. فبالنسبة لأيت محمود وصلت نسبة المشاركة بها 27.70%، وأما أيت بومهدي فوصلت نسبة المشاركة فيها 40.17%، مما يعطينا بالنسبة للبلديتين مجتمعتين 33.72%. هذا النسب يعني مثل ما قلت إن دلت على شيء فإن تدل من جهة على عزم الناخبين في الولايتين وفي البلديات المعنية على غرار باقي مواطنين الولايتين عازمين على أن يأخذوا تسيير شؤونهم اليومية بأيديهم عن طريق اختيارهم لمن هو أهل لتمثيلهم في بلديتهم. أشرف أمسي وزير الصناعة الصيدلانية علي عون ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية مولفي على توقيع اتفاقية بين مجمع صيدال والوكالة الوطنية للنفايات لاسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية غير المستعملة. التحدي الوحيد هو تغطية احتياجات البلاد من الأدوية بالصناعة المحلية، هذه توجيهات صارمة. احنا عازمين باش تكون هاد التعليمات تكون مطبقة في الميدان ان شاء الله. راكم شفتوا في المصنع قائمين يعني بمجهودات بالصناعة وبالأخص برقابة المدن، لأن الأدوية المتخصصة للسرطان هما فيهم سم وسم صعيب، لازم يكونوا منتجين جماعة اللي متكونين، ولازم الرقابة نتاع الأدوية هذيك تكون رقابة صارمة. نؤكد أن حضورنا اليوم هو من أجل إبرام اتفاقية بين مجمع الصيدال وكذلك الوكالة الوطنية لتسيير النفايات، والدليل على ذلك هو التآزر والتعاون الحكومي. في الرياضة ولحساب غياب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يواجه اليوم فريق اتحاد الجزائر نادي أسيكارا الطوغولي بملعب 8 ماي 45 بسطيف. لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى في لومي بفوز الاتحاد بثنائية نظيفة مقابل صفر.
من جهته تأهل فريق شبيبة القبائل لدور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا إثر تعادله أمس بنتيجة هدف لمثله أمام أسكوكارا الطوغولي في إياب الدور التمهيدي الثاني للمنافسة الذي جرى بملعب 8 ماي 45. وكانت شبيبة القبائل قد فازت بمباراة الذهاب التي جرت الأسبوع الفارط بالعاصمة الطوغولية لومي بنتيجة 2-1. اختتمت ليلة أمس بمخيم أسرد للاجئين الصحراويين فعاليات مهرجان السينما الدولي بتتويج الفيلم الجزائري الصحراوي المشترك واني بيك بالجائزة الكبرى للمخرج رابح سليماني، وهذا بحضور مشاركين وإعلاميين من عدة دول أجنبية. وقد تنوعت العروض السينمائية طيلة هذه الفعاليات التي تروي معاناة الشعب الصحراوي في ظل الاحتلال المغربي. إذن وعلى المباشر تلتحق بنا الزميلة فاطمة الزهرة بن فرجلة. فاطمة الزهرة مساء الخير. إذن توج فيلم العمل المشترك واني بيك بالجائزة الكبرى، لو نتحدث عن قصة هذا الفيلم. أكيد زميلي أسامة، في هذا المباشر يحضر معنا مخرج الفيلم. قبل ذلك نذكر أنه تم أمس اختتام فعاليات الطبعة 17 لهذا المهرجان، مهرجان في صحراء الذي يتناول القضية الصحراوية، وتوج فيها المخرج رابح سليماني بالجائزة الأولى وهو الآن يحضر معنا. طيب سيدي، ربما كلمة حول فحوى أو سيناريو هذا الفيلم. السلام عليكم. واني بيك، الشعب الذي يعيش أمام أرضه، هو فيلم سينمائي وثائقي يعالج القضية الصحراوية ويحكي على مجموعة من طلبة مدرسة السينما بمخيمة اللاجئين اللي يصوروا مشروع التخرج، فيلم التخرج تاعهم، واختاروا جدار الذل والعار المغربي كموضوع للفيلم، وحنا تبعناهم في هذه الرحلة السينمائية اللي دامت مدة سنة دراسية كاملة، ومن خلال يعني رحلتهم وتصويرهم حاولنا نسلط ضوء على معاناة ومأساة الشعب الصحراوي، وأيضا على النضال والكفاح والصمود لهذا الشعب. شكرا لك سيدي، شكرا لك على الإيضاحات. إذن هكذا هي كانت فحوى هذا الفيلم الذي توج بالجائزة الأولى في مهرجان السينما في صحراء. هذا الفيلم واني بيك، وهو للإشارة باللغة الحسانية أو باللهجة الحسانية أهلا وسهلا بك، هو فيلم راجع وكذلك سينقل وسيعرض في مهرجانات أخرى دولية للتعريف بالقضية الصحراوية. شكرا جزيلا لك زميلة فاطمة الزهرة بن فرجلة، وشكرا لضيفك، تهانينا لضيفك على هذا العمل الرسالي لإبراز معاناة ومأساة الشعب الصحراوي المقاوم والمناظر من أجل تقرير المصير. شكرا لك. إذن نبقى مشاهدينا الكرام في عالم الفن السابع، حيث أشرفت أمس وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي بولاية تميمون على تدشين القرية السينمائية، مما سيساهم في إبراز المكنونات السينمائية للولاية. نتابع هذا التقرير مع وهيبة مزوج. برج خان القوافل بتنركوك، 70 كيلومترا من الواحة الحمراء تميمون، معلم أثري شاهد على تاريخ المنطقة. هذه التكنة العسكرية بنيت سنة 1957 بحكم أن المستعمر الفرنسي ركز على منطقة تينركوك. تينركوك بحكم كانت البوابة الرئيسية لمرور القوافل، وكانت المركز الرئيسي للمجاهدين والشهداء إلى غير ذلك. سوريا مولجي وزيرة الثقافة والفنون، وخلال زيارتها للمعلم أشرفت على مراسم تسليم برج خان القوافل إلى وزارة الثقافة والفنون ووضعه تحت تصرف المركز الجزائري لتطوير السينما ليصبح أول مدينة سينمائية بالجنوب. هذا المشروع يأتي تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية ببحث السينما والصناعات السينمائية والثقافية بشكل عام. هو مشروع أيضا يدخل في المقاربة الاقتصادية الثقافية الذي يعني نسعى من خلاله إلى تشجيع الاستثمار في مجال الصناعات السينمائية، وكذلك مرافقة المنتجين السينمائيين الجزائريين والأجانب أيضا في تحقيق مشاريعهم السينمائية. ما كناش نتوقع باش تكون عندنا قرية سينمائية هنا في المنطقة اللي تحفز إن شاء الله الناس المهتمين بالسينما والتراث والشباب اللي إن شاء الله يكون عنده إن شاء الله آفاق في المستقبل.
للسينما. كان شرف لي كبير أن نحضر لدتشين هذا الفضاء، لأنه تحفة، تحفة سياحية، وسيكون تحفة سينمائية إن شاء الله. أنا ألاحظ أنه كمخرج فيه حسن نية تطور السينما من خلال السياسة اللي راهي تقوم بها الحكومة. أنا شايف أنه فيه أشياء، فيه حركة فنية، فيه حركة ثقافية اللي يمكن إحنا منتجين ومخرجين نستفادوا من هذه السياسة إن شاء الله. وخلال تفقدها للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين، شددت الوزيرة على ضرورة تكوين الشباب في مجال السينماتوغرافيا، حيث أشرفت على توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية التكوين ومديرية الثقافة. ونختم بالنوتة الموسيقية. بعد غياب 3 سنوات بسبب الجائحة، عاد أمس بإطار أوبرا الجزائر بعلام بالسايح المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في دورته 12 بمشاركة 14 دولة، وتعتبر ألمانيا ضيفة شرف الدورة. في السهرة الأولى من المهرجان استمتع الجمهور الحاضر بالمعزوفات السيمفونية التي قادته إلى عالم من سحر الموسيقى الكلاسيكية. ينقل لنا جانبا منها عبد الجبار بن يحيى. إيقاع ترقي ترافقه موسيقى كلاسيكية تزدح في دار أوبرا الجزائر بعلام بالسايح، كأثير من الجنوب في افتتاح المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في دورتها 12. كما هالطبعة 12 نتاع الفستيفال الدولي كانت كما نقولوا مميزة، لأنها فيها تنوع طبوع، شحال من طابع فيها. وأنا كنت اللي غنيت للفنان الراحل عثمان بالي أغنية أمين أمين. تسافر شقراء صوفي مع الجمهور بصوتها النادي السوبرانو إلى شوارع برلين. كضيوف شرف نحن ألمان فخورون بهذا، نستمتع مع بعض وسنؤدي معزوفات مشتركة في المهرجان. يبعث هذا المهرجان رسالة للتآخي والتواصل بين الشعوب. أنا جد سعيد بهذه المبادرة، وخاصة الاحتكاك اللي راح يكون بين الموسيقيين الجزائريين والموسيقيين الألمان. نقدر نقول بأن الجزائر اليوم هي عاصمة لهذا اللون الراقي في الموسيقى. تختلف الأصوات والألحان، لكنها تلتقي كلغة واحدة يفهمها العالم. وصلنا للختام. إلى التذكير بعنوان المنشأ: رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء سيد عبد المجيد تبون يجدد التزامه باسترجاع كرامة المواطن، وفاء للتعهدات التي قطعها أمام الشعب الجزائري، وصونا لرسالة الشهداء الأبرار خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022-2023. رئيس الجمهورية يدعو الحكومة للإسراع في تنصيب المحاكم التجارية وتكييف المنظومة القانونية مع المعطيات الاقتصادية الجديدة، ويؤكد على ضرورة تعزيز حقوق الدفاع لحماية الأفراد والمواطنين. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يثمن جهود رئيس الجمهورية في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ويصف إعلان الجزائر بالخطوة الإيجابية لتجاوز الانقسام والشتات الفلسطيني. وتابعنا القرية السينمائية بتميمون تعبد طريق الواحات الحمراء بعد تدشينها، ومهرجان السينما الدولي بمخيم أسرد اللاجئين الصحراويين يتوج الفيلم الجزائري الصحراوي المشترك ونبيك بالجائزة الكبرى. شكرا لكم على طيب المتابعة. سلام الله عليكم.